هو فعلا فعلا من اعماقه من جواه هو جاي لانه متضامن انسانيا مع خالد سعيد بدون اي مقارب سياسيه. مين من السياسيين كان كده؟ دكتور البرادعي. دكتور البرادعي. دكتور البرادعي. مصمم ان يحصل تغيير في مصر وهيحصل التغيير في مصر، انما في نفس الوقت عاوز اوجه رساله للشعب ان الشعب لازم يكون في ظهري وحواليا، لان التغيير ما فيش قائد مخلص هيغير، هيحصل التغيير. بلدي قصاد عيني قلت اعدلها، يا مراكب رسيني ويا رب اعدلها، اللي يعديك تعدي واتفرجوا في نونا، واللي راضيك تراضيه وتشيلوا في لما الاقي عيله من 6 انفار عايشين في اوضه 2 في 2 من غير شباك. لا مش دي. واذا كنا بغيرنا، واذا كانت الثوره دي عملت اللي هم اهل العشوائيه دي، واذا كان في برنامج نهضه مصر اول حاجه وثاني حاجه وثالث حاجه، هم اهلنا اللي زي ما تفضلت، دول اللي عنده ومش قادر يشوف الناس دي ما عندوش ضمير.